كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله، ما سعادة تعمله، ولكن التقي هو سعيد. تقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. مركة وراء إلهي سبحانه وتعالى لما أطلقنا مركة لبعضنا جمعية نص يعني الطريق إلى السعادة الزوجية. مركا لغا هدليو الليبان السعادة الزوجية قد هان السعادة مركا لغا هدليو وموضوع هذا يدبر هو حوية الليبان بقى لغا هدليا الليبان توحي نقوم كرتا الليبان الدنيا دا انت اللي تشوفو واجبات وحي كبل عميان قبل الزواج هي كبل عميان اولا وهي كوكا ووح مشروعة بل يعني وحي شرعي ينقول في اليوم وينقول في ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وحي ديري كنيسة وإلهي كنيسة يقولك والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وحوي إلهي كله يقوريا الأيام منكم كوا غير لهين رقية طمر الأيام جمع أيم وهو من لا زوج لها أو من لا زوج له وقف كان غير لهين رقية طمر قف كان غير لهي من كان حاس لهين وأيم جمعنا وأياما أوين إذا حاس لهين وأيم الجمع ابن وأياما مركا قف كستو عن غير لهي بأياما الله إلا يوحي لي رقية دمر أبورية تد كان غير لهي سواج كوارك إلا هي ديري كلين آيات القرآن كقور رمي فضيلة أوليه حوقف لهم فضلي سواج كي يقولك وناقي سيا خير كيس قف من حاران تكجد ورسون هذا أولاد يعني قرة العين أو كفر أو جعل يهين أو كهل وأن ملك لنا جهلي أولا قول كنا عسوي إلهي لو تليه إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله حدي أي فقريه ولا شيء قبل هذا قول ليس وأنا وقت جاء وحبك عن تبوهين إلهي بارسك وبحي إلهي بغني كذي بدونه إلهي بارزقه هو سعين دونه وقوري وليه إلهي سبحانه وتعالى رسولنا وليه صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة حق على الله عونهم صدح إلهي إنه أقر قالوا إساساري إلهي يسكو واجبي أو إساساري سو إنه صدح أقر قاري المجاهد في سبيل الله مجاهد كإلهي درت وجهادي والمكاتب الذي يريد الأداء قفقي ويدي أدومه جرين مكاتبة واحدة إلى بجريه أطون كالغوير هذا إن وان كسوي بسدي إنت أصل عجا يا مصاص يستي هدي أدين تاي كنتو لو كنا دولار هذا كنتو أكو فصحيا بس هذا تادو كرت وانا ميله سكدة لقو بحنا تلك مسلمين تلورنا سكدة كسيء سو قف قاس حر نبدي سو قات مركا مكاتب كا سيد كي سي سي لقويري العقد كان تبين حرباته إيه ربعين يبحيو أو يسكت جوده أو حرني بدي سقاطه
إلهي وحيس صارين وهيلي لا يوجد جاري كصد حاد وحوي والناكح الذي يريد العفاف قف كرير دسا رجية مربى بدون أن كده وصنادو وحرانت النفط سكجا إلى اليوم هو حلال دنتي سبكو كتمل حلالا كان إلهي وحيس صارين وجد جاري يعني أنت سعيد تشجيع إله سبحانه وتعالى حقيس نبي صلى الله عليه وسلم على حقيس وكور رمي إله حقيس وحي طاي الذي يريك لنا يقفه إنه كد يعني بوحوية كد دالين وقرسده وقورك ماركسا يعني وحوية هرمريه أو كغرد ورصون هذا مع سنه حتى هدو فقير يهي ويسكوط يهي وقرسده أرنت قبل الزواج يسال الله له السعادة الزوجية ونلاشا غورك لوغو تيغو ولوغو خاسرو ورير دكان لو ديسو waxa ugu horeeyay culimadu ilaahdeen ikhtiyaar الشريك المناسب waxay ka bilaabaysaa xulashada qofkii lamaanihi haboona inuu qofku xusho oo xulashada la yimaado ayay ka bilaabaysaa waxay ka bilaabaysaa tii rasuulku laha salaatu wa salaamu alayhi tunka xul mar'atu li arba لجمالها ولحصبها ولدينها يعني ما وحلوقوا سدال لمالها ولحصبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين طربت يداك هو انك وحلوقوا سدال افر شيء قارب العقد هاي هيستان وقوسد قارب وحي وقوسد قروح لا اليه قارب وقوسد حصب قيال نصب قيال كي كسو جيدا غير كفيعا قارب وحي وقوسد دين درتيد دين تيد يتقن مدى قف توصن أي طاي والدين تيلاه يكون توصن وحنا نقول صلوات الله وسلام عليه ملك تريه وحيابها تطق طنايا فاظفر بذات الدين تربت يداك تدين تلك قبول يسوع يعني وحوي هديك على وحوي قعمها وبورك كل دقة وكلمة يعني دي رجلينا تربت يداك هبار وكلا يوم مقطع يعني وحوي هو ويا هو وكلا صدر الله يرحمه تدين تلك قبول يسوع waxaa looga jeedaa undii rigelin kalmadii rigelina weeye habaar sideeda yaani maxuu macnaa ismaysan looga jeedo marka halkaas ay ka bilaabaysaa fadfar bidaati diin ba ka bilaabaysaa qofku inuu marka horeba ikhtiyaarka wanaajiyo nolosha waxa la wada wadi karaa qof diin leh oo alla ka cabsi leh oo macaasida iska ilaaliya oo aayadka ilaahay xadiista marka lagu waaniyo oo xaqaata oo khaladkiisa ka soo noqda oo khayrka ka qayb gala oo muhaadarooyinka dhigaysta oo quraanka ilaahay iyo diinta ilaahay barta qofkaas aan nolosha la wadaagi kara qofkaas aan la wadaagi kara hadii kale oo qofku xagga diinta aan ku mashquulsanayn wax kale ku mashquulay rag iyo dumar wax kale laga shaqeynaya baadil baa laga shaqeynaya macaasi baa laga shaqeynaya xaflada iyo marxa wax qaawan baa laga shaqeynaya meel kale qofku ku maqan yahay hadaan xagga diinta ku maqnay meel kale ku mashquulsan yahay taasina reer kuma dhismaa rag iyo dumar ba qofku haduu ka ugu macsiyada badan yahay ma ogola haddana qofku lamaanihiisa inuu noqdo qof macsiya badan isagoo isaguba meelaha warwareegaya quruna haddana ma ogola inuu qof kale oo noociisaas oo kale meelaha warwareegaya haddana reerka wada joogan ma ogola u qabsanaya kale hadalkan u martay macaadalkan uga wareegtay marka u horeysaba halkaasi fadfar bidaati diin ayay arrintu ka bilaabmaysa kadaalik dee waxa weeye waxaynu imika ka hadlaynay marka la leeyahay fadfar bidaati diin qofkii rabay inuu guursado wiilkii rabay inuu guursado ama gabadhii rabtay inay guursato waxay raadinaysaa qof munaasib inuu nelo laakiin adiga laftaadu waa inaad munaasib tahay adiga laftaadu waa sax inaad doonto qof munaasib laakiin adiguna munaasib ma tahay haddii aad goonaysa wiilkii doonaya gabadh daatu diina adigu ma tahay duu diinin mid isaguna diin leh oo diinta ku dhaqma oo wanaagsan oo cibaadaadkiisa ka soo ilaaliya ma tahay adugu kuma hagaagayaan adiguna inaad masalan faasiq ahaato oo ama faasiqad ahaato oo meeshaa doonta marto oo diinta ilaahay u aabe yeelin reer deganaad raadiso iyo qof wanaagsan oo ahluddiin aad raadiso taasina ma saxayso macquul maaha marka awalan ibdac binafsik naftaada ka bilo hortaadugu toosno markaasaa ilaahayna ku waafajinaya qofkii wanaagsanaa ee aad nolosha wada wadi lahaydeen eed wadaagi lahaydeen ilaahay ku waafajinay qofku waa inuu marka horeba yahay dhallinyarnimadiisa qof dhowrsoon oo dhowrsoonida ku dadaala
هدي ودوني نلشي سوجي داين كوليبان قف اندو سوني نول معاسدو ابيلين نلشي سريرات كما بوليستو كما بوليسني وانا يراني سادات كنو عاسين نلشي كل دان ونولد دجن اي هلان ويراني قف عفيفة مركو ربو ويناتا ارنتك قبل الزواج هذه آد مهم كي وحوي كقيب قاضن إنسان سعادة سوجي وحلا يلاوي صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة والدعاء والاستخارة وأرنا هذه آد وين ضدكو أنت بدن ورو مهيان ضدكو كم برع لكسنا بدن كوجو صلاة الاستخارة وحوي إن الله إلا لا تشر وإله لا بريض هو أرنك استوى مهم أو أتقال يسوع زواج كنا ورلاش عشان حياة بهجومي بس وحقوف بورسنا يا ورادينا يا قفل وذاك النولش يس أنت ونول نول يا تويا أيو رادينا مركا وادينا دي عدو مهم صلاة الاستخارة الدعاء الاستخارة الله يمنع يا قبل الزواج أنت عن قوان لقارين يا أنا بعد كوجين عرنتا يا أنا تسمقيقين وحكورس استخارة أي كورس جابر رضي الله عنه صحابي باوريني وحليه هي رسولك صلوات الله وسلام عليه كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن الاستخارة في الأمور كلها وحنا برجري رسولك صلوات الله وسلام استخارة عرمه دنينا الاستخارة سميصان سدو صورة القرآن كان أبرو وحلو النبي إذا هم أحدكم بأمر حدوم بتكين أرين ربو فليصلي ركعتين لبر ركعة دور تاتكن ثم ليقول دمدد دعاء حكنت عيسو دعاء حكنت عيسو أما تحيات كون طنبعين تانو دمين دعاء حكنت رو دمدنا هصلا من أقصده أما لبر ركعة دور هذا ما يستر لبر ركعة دور السنة عادية أيو تكن يا مركو صلاة من أقصده سو هل كيف فني أو كنت كذي وأن هذا الكلام كو هذا أيو دعاء بلعبي دعاء وبلعبي وحلية دعاء هو دعاء الياب اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ومقعب يا رنت ورب خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به أما واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وهذا دعاء عجيب وهو الله يابلو وكبل أبا يقف متقن إله هذا كوي دي سنة يا صدى خير كله لأنه هذا هو حق هذا هو حق وماشى خير إلى هذا حق إله أذان كاطل بيائنا دي أودي سيسودي كرسيسو وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إله الدقاء دوي مكوي دي سنة إله أذان دوكتا يارنتاس وأنه مقعب يقفك حاجريس إليه خير لاضغ الدنيا دي دا إيا آخرة دي دا رشي دا طهر إيا تطبع إله يقدر إيه فضيدي إيه بركة إله أذان دوكتا يارنتان إليه شري لاضغ نلشي دا هوري إيا تطبع يا علم تضمبوا إلهي يقل ليه أنا قل ليه إله ولا بد يذهب النكلا كحوية حتى يشر إلى ضاي لا بد يذهب النكلا ليه خلق خير جيرنا إلهي قدر ويقول هنقول خلق خير جرو ولي بيقول رأي قلي إذا هذا الخير هش وأنا أطلع لك إنه قلنا يذهب وبلاي دعاء عجيب كه أيوقف قاضي وحلا يروينا أنو نفتي سهل كي دونا يسون كورتي مركو إلهي استخارة لا تشان أيو إلهي خير ويتسني إلهي حق يسو ثلاثة ودينه ثلاثة ودينه هدي مال وعطاته ونفتي سكو كرالك النقطه أرنت مال أفضو ضاطه الكيو استخارة سمينا الحمد لله وكل دقائق هدي هو ولي دين عقوي ويو أرنتي كل قوي ويدون يدي سو دين عقوي ويدنا استخارة وكل علين كلا وكل علين كلا ما هريين واركو للي هالكامر للي هي شرط ماها ويدعك تعدادك قاركودين ريوين ركان لكن وحو الشرط هو إني نفتاضو ميل كرالي النقط ميل إني كرالي النقط هو استخارة سنة وحي كمتاي وحيابه هو ويني قهر لصمين كرو قيبك قادن كرهدو ريركو ريرد قنينو النقط
قيب طلبات الكاسة كجبحية قيبتي قبل الزواج قيب طلبات وحوية أثناء الزواج إن مركها الجوجي راح وش جورك جورك إلا بلعب واحد جرا وحياة وبدل ما مركها لقبان كرو أو كقيب قادن كرر غير كون دكو وحياة وبدل ما مركها الجوجي راح أو كقيب قادن غير كون ببرو أما عقوبة حق إلهي أو قت معطوه يعني وحوي يعني وحوي وحي إسماعيل يفلك إسماعيل يكانت كل عضه كل عضو وحوي وحياة وبدل ما غير كبربرية وطبق عين الدنيير تكفير سن هو وقت يضع صوكا إسماعيل بجد وأنا يعني وحوي إنه لش مركضه في السطح تصاليال بدن بجرو مالي والبعنا رجنا وحياة وبدل ما إسماعيل وطدق دق يعني شلنا وحي إسماعيل اللوجة هي حفلة ذا هي دكتات هي وحي خرج قرية لو يعني وحوي الله بس أنا يعني سلك عارين يا الله بب الوضع دور بلوت كنت بنات مقلة سوي اللي كانت تجي رأيك هو بربوري بيحكوا بحين هذا قي أرنت هسي وحوي كو مركور سوائل وقول الصو بيت بالله دسيا قري وائل وقول الصو على أسس سليمة على تقوى من الله وهن طريق إلهية توصل وقول الصو الله كعبس وائل رأيك وقول الصو سنا نوكر مرسنا يا رنتا يا روسيا نوكر مرسيه يوحي الله للسمين يا معاصي ذا إله لقولتك الله ما يو من ملك ريس حتى أنا غير دقيب بلدوني أو النبض هو وحوي نبض كنول وين كنول بلدوني وحوي مركه الرئيسة قري جوائل لقوا أساسه الله كعبس هي خير هي وناك وين لقوا أساسه هاي لما تايتاسي تي لا يدي لهي لها أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله والرضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وحي لهي سبر بردقي آية طاس لما مساجد الله لسه ومساجده مسجدين مدو حدث النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحابتي ونكسر مسجد القباء مركو مدينة سيدا وتقي مساجد كيو هريو أساسي وي إلهي ترتيب الله أساس إن لقوتو كذول لقو عبادي يستو أي الله أساس مسلمين تو إنه يكون كل مانو خير كيسمو كاشضاء أي الله أساس مساجد كلي منافقين تو وقدم بها أساس مسجد الضرار لبحي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا يعني وحوية مسجد الضرار بركي دبل لبحي وحيو أساسين منافقين تو ميلا يسكور الصدان أو أي مسلمين تكمل أمرادان أو شركوا معركة كجرد هل كأي كمل إيجان أيه وقول ترى قلنا در إلهي وما يجسي مركز الله بدأ إلهي سبر بدين وحي إلهي مكي كأساسي بسكيس الله كعبسي إلهي يرى الله شه إلهي بون أكثر مسك كأساسي قريسي بسكيسي كأساسي يعني وحويا جبي دومية أما جرد دومية دشي قف كنس بيت كيسي جرد دومية أما جبي دومية هل كاك كتاج وطاق وستك قوي وهو حوي وحي الوتاجي مع يسوي سل دومية تبع النبي في الكواس وح كل الدموع لي بسكو جاي لساني جهنم وكل الدم يدون عبود وتعصوا كلا قيس مركين قرير دساينو ما وح خير بدن قفك على كعبسي يطري سدي شرعي وقلاء ودسي قريس أي خير بدن مسكة معاصدة هي حفلات الراقصة هي بلاهي جنية وحينا قريني هي صراف كل صي هي أرخى هي مقرى هي دتك وريري مكاسا خير بدن مكا معاصدة كل دسي قريس خير بدن مسكة يعني وحوي على كعبسي إلهي هي طريقة شرعية على كل صي مركا هو الرئيس هو هالكاسي هالكاسي صرتو كقول مسي صرتو هالكاسي كقول مسي غير كحمانية وهالكا وحكم بذا تأسيس كحول وحكم بذا مركا على قاليني أو ماركسا دلك سوماليو هذا هو مالها مركا إني كبرع سيا واحد بنا إنت بدن إنت كمركا إنه ما حي لأنه نقم ماذا قال كود مركا طال ترى إنت لو كم بكون بيريني يا وهالقرآن يكون يشم بقوله مقدمة كه يكون يشم بقوله طالك صادق شام بقول بنك هستوينا وانت أنا وقت ما أتوقع بس هل كان الله صفر السنة مركز مهركم الله يسمى قرية إننا عيدنا إن ما ويدي سواء حينكم مهرين له شام كونية طبعاً كونية بن مهرين طبعاً كونية مارك سامرك خار شام كون سوق قديم هذي لا يعرف توي أتكلم لي هاي مكان كان صادق لا وحوي لكن خلت كون كوكجرا إنت تكلم قشيو
oo umada la qalbi jabiyo oo la yiraahdo 10,000 ku meeriyo 10,000 baa lagu meerinaya oo dadkii oo maqlay halka 10,000 laga sheego 5,000 laga sheego waxa looga jeedaa waa loog yahay qofkani inaan u hadhow hadii la istiido oo la yiraahdo war gabadha meherkeygii iska soo seeyay mar hadaa istiideenada shin weyday waad kala tagaysaan meherkeygii soo seeyay inaan 5,000 iyo 10,000 midna aan u siin waa loog yahay kuwa meherka badan lagu meeriyo waa kuwa hadhow la meermeeriyo hadii ba xataa la istiido ee la kadeedo ee la ciqaabo ee aakhirka yiraahdo waraaqduun iga soo qaado wax kale kama rabe waraaqduun hal iga soo qaado waxa marka horeysa loo qaalayn wax qofku bixin karayo hadii bari xataa qadar hadii la kala tago uu oran karo waa iska bixi dadkuna oran karaa waa iska bixinta waad bixin kartaa kun baa 500 baa sii soo amaaho hadaad hadaadahayna sii wixii xaqiiqi weeyah wax la iska bixin karayo marka dadka masaakiinta qalbi jabin baa ku jirta maxay baa laygu meeriyo waxana laygu meeriyo dadka halay maqashiyo marka qaarkood yiraahda waxaas baatil weeye waana waxyaalaha waxyeeli kara qoyska la dhisayo waxyeeli kara inkaarta u sii guntaya weeye xafalaadka kale la qabsado ee wada israafka ee dunuubta ee macaasida ee waxyaabaha sayliciga ee balaayada la yidhaah ee magaranaysaa laysin laystaba yaacaye ee wuxuu yahay macsiyadiisa aad arkayso waxaana sharcigu ogolay marka qaarkood rag iyo dumara oo fulxumadiisa aad yaabto iyo macaasida noocaasa dumar iyo waxayse soo wada qaawiyey waxaasi wax reera lagu dhiso meedii la muuqata ilaahay baa isku dhaariyay reer ilaahay xaggiisa ilaahay la baryayo laga doonayo uba fiican iyo qoys wanaagsan oo isjecel laga doonayo mawadda waraxma laga doonayo miyaa waxaasoo kale lagu dhisa waxyaabahaas waa in la farsameeyo oo alla ka cabsiga ilaahay lagu dhiso oo khayr lagu dhiso oo cibaada lagu dhiso taasaa ka mid ah qofka waxaa ku dhisa sharcigu ogol yahay waa la ogol yahay xafladaha in layskugu yimaado waa la ogol yahay maaragsaa waxyaabaha qaarkood maaragsaa dumarku ay ka ciyaaraan waa la ogol yahay ma garanaysaa nashaadaad kale oo firfircoon iyo farxad in la sameeyo wixii macsiyo unbaa reeban wixii dembi ah iyo heesa iyo muyuusig iyo balaayo ayaa reeban israafkaa reeban oo aan jirin la xadaafinayo ee maaragsaa lacago badan lagu bixinayo waxyaabahaasi maxay keenaan alaabta guriga la dhigayna ku dar ee la dhiganay kuwaana mararka qaarkood waxyaaba badan baa ka jira waxaasoo dhan marka la ysku geeyay maxay keenaan nolosha waxaa la arkay wax badan nin si sakhinimo ah u bixiyey oo xafladihii arooska iyo maaragta wixii la qabanayay oo dhan lacag badan ku bixiyey oo guriga wixii la dhigayay lacag badan ku bixiyey oo daymoobay oo hadhow meelihii uu isku hadlaynayay ee uu wax ka sugayey hebel baa inta ay soo dir odhanaysaa hebel baa hebel ayaad la hadliyay waxnaad leedahay bal waxaan iska gal intay jiq ku wada noqoto arrintii oo daymihii loo qabsaday halkii ninkii reerka cusub dhisay uu reerkiisii kaga degi lahaa ee uu habi halkaa ku fadhiisan lahaa isagoo faraxsan oo reer dhisay oo alxamdulilah qoys dhisay oo halkaa ku guulaystay uu halkaa murug la soo fadhiisto iyo madax xanuun uu halkaa la soo fadhiisto oo u dulqaadan kari waaye gabadhii kelbad keliya hadday tidhaahdo halkaa maarkasa isku laayaa sababta dagaalka maxaa keenay iyo in istiidaan maxaa keenay culayska iyo deymaha uu ninkaasi dareemayo ee suuqa uu bixi kari laayay ee sidaa loo haystaa keenay marka haddii la doonayo sacaada sawjiya iyo reerka in lagu xasilo reerku inuu deganaado dee maaha in deyma la geliyo in dadka deyma la geliyo maaha in layskadeeda maaha haddii laysjecel yahay maxaa layskaga dhibayaa yacni gogol wax badan oo la dhiga maxaa la dhahaa guryaha alaabo badan oo guriga la dhigta maxaa layskaga dhibayaa haddii la raalli layska yahay yaa maxaa layskaga dhibayaa waa inuu qofku ama alaabta yacni waa weye ama alaabta ama reerka wayna mid noqoto inta badanna alaabtay noqotaayo alaabtaadun baa usoo hadha alaabta kii wanaagsan weliba hadhow markay istiidaan ee khilaaf halkaa ka yimaado kii wanaagsan baa alaabta iyo intaan la dhigay uga tega oo idhaa iska qaado markay kala tegaan haddii kalena wayba isku jiijiita reer baa la doonayaa in la dhiso saliima cuquubada ku darso haddii macaasi reeraha lagu dhiso cuquubada xagga ilaahay ka imanaysana ku darso waxaa laga yaabaa dadka qaarkood qoysaska qaarkood inay la kadeedan yihiin dunuubtii ay galeen inay la kadeedan yihiin qaybta saddexaad ee u dambaysa halkaana waxaan ku soo koobay intii lagu jiray reerka dhisidiisa waxyaabaha ay tahay inaynu samayno iyo waxay tahay inaynu iska ilaalino si aynu nolol wanaagsan u helno bacda zawaaj in shaa allahu tacaala ikhtiyaar wanaagsan baa la sameeyey tallaabooyinkii wanaagsanaa baa la qaaday
استخارتي ما رجع يطمر بايسو سمية إلهي سبحانه وتعالى وحي ونكسن أي سيدي ونكسن أبو طوري حفلات كي هوله يبى الله يسكر دمي إسراف بدن يدي ما بدن لبقلين سيدي صحدي أي ماركسا غير كي لوسور دسي غوري كي بالي سكويب مكال كاسان مرن هوله كالوردن ويسور دمادي غير كي نكي حاس كي سيبى الله يسكر هالكا ماركسا سكويب وحوي هالكا هاوشا كبلا مسا هاو فضل مها ماركا هاوشا هالكا كبلا مسا هاول فضد معه وأنا هاول دليرت هو هاي سطح وحيا ما خطأ أو حكمله ضدكوا إني فكرتك هاي استنوي جوك إنه وصدع مصابي وضم هذا قارك وتسد مليس يوكله واحد جرتاه قف كل وما مهري كرو قاديك وما مهري كرو حدا إنه هاي سن شهادة إنه صابر طيا هولها أرمها جوك هي وصرضا إنه صابر طيا مركا دولة عب حصة een marks waxa la tagaa meel ay dawladdu ugu talagashay maraakiis ay ugu talagashay qof kasta oo iska soo qaadanaya markuu dhawdhow yahay u diyaar garoobayo ayuu iska qaadanaya ma garanaysaa een ayuu soo qaadanaya shahaadada maxaad kaas u tagaya ma garan karo ma sad inta uu soconayso muddada ay soconayso cashiradii oo dhan baa loo dhigayaa niqaash baa la galayaa dood baa la galayaa waay aragnimadii waxba la daawadsiinaya yani marks ilbaxnimo badan baa la siinayaa شهادة أمر كل يوم دون بلو مهرك رجيا طما حتى أنا شهادة أيسن وحلونا ورت صابرت كويس كي يعني مي سيس الله ما عمله واحد بدن بايد كده ما رصابرت أرنت أسي رجيا طما ربوارهم تذكر قارك هذا واحد جرا جور كوارك أو هايستا يعني واحد مثالية أو وأنا جهلك وجود ضم بيسيا أو خير كهلك وجود ضم بيسيا أو معجزة oo wax diba baa habayaraatay saxarnaan la arkay in la yeeyay naxmoon in la galay janna marksa ama faras cadu dusha laga booday ayay qaar u haysta rag iyo dumar baa wayna ka waramaan dadka qaar baa ka warama oo yiraahdo anigu waxaan taaqulay waxaan akhriyaan ugu gabadh tiri saddex caruur aan ku dhalay anoon garanayn guurku wuxuu yahay waxaan u haystay xaaf laga wareega xaafada aabaha iyo hooyada xaafad cusub loo guuro inta soo kale yar waxa waxa sameen jiray bay tiri goor kasta waxa ninku yiraahdo yani aksiga waa wal badiidid bay waan isla kaleeyay bay tiri ninki saddex sano kadib maayay mise saddex caruur markaa dhalay kadib ayaan taaqulay oo garaadaystay markaasan reerkayga dejiyay bay tiri waa dejiyay rag iyo dumar ba qaar sidaas ay jirtay qaar waxa jiray intay waxa sawirtaan oo tawaquucaad qeyr caadi ah guurka ka haysta marka dhibta ugu yari ka hortimaado halka ku quwad jaba oo halka ku niyad jaba oo reerkii waxaan waxba ahayn u burburiyo marka horeysa baabkan waxa kamida arintu ma aha yani timir iyo marsa la isku cunayo ee waxa weeye mas'uuliyad weey iltizaamaad weey xil aad qaadaysa weey waa inaad xilkas noqoto wiilku waa inuu ka soo baxo hawshiisa xilkasnimada qaado mas'uuliyadda dhabarka u rito gabadhuna waa inay ka soo baxdaa hawsheeda halkaa mas'uuliyad baa yaalla nicmada kale iyo raaxada kale ilaahay baa ku sheegayna way taawa laakiin inta mas'uuliyad kama maqna waa yahay adduunyaduna sideeda sidaasay iska tahay waxaan yani wax kastoo khayra oo aan dhib yari ku jirin ma jiro wax kastoo wanaagsan dhib baa ku jirta cibaadaadka wanaagsan adanag yani waxay leeyihin mashaqadooda iyo hawsheeday leeyihin waxaan hawl lahayn ma jiro marka qofku haduu doonayo adduunya wada saliima oo wada wax dhibaba aanay jirin iyo gabadh aan wax ceeb haba yaraatee lahayn ama wiil aan ceeb lahayn waxaad raadinaysaa waxaan jirin baad raadinaysaa waa kii shaacirka yidhi tubicat calaa kadarin waanta turiiduha safwan min alaqdaari walakdaari adduunyadani waa iska dhooqadhooqadaasay way iska dhooqaysan tahay biyo saafiya lagama caba sidaasay ku dabeecadaysan tahay biyo wada saafiya ma jiraan marmar baa dhooqada lagu cabaa iyagoo iska dhooqa in yaroo waxba tabanaysa saasa ku haynsa haddaad doonaysa buu yidhi wax wada saafiya ma jira bu wa mukallifu alayaami didda dibaaciha mutadallibun fi lmaai jadwa tanaari buu yidhi qofka doonaya buu yidhi adduunye wada saafiya waa nin biyo ka dhex raadinaya buu yidhi dhamac nin dhamac raadinaya oo biyo ka dhex doondoonaya weyi lagama soo helayo adduunyada wax wada saliima
وأن عيب لهين لقمة صهيل. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على 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 شفا يعني وحيدي وحدد وح مستحيل رجيني سبوري واحد رجاء كل سي سبوري وحن يعني وح وحن جريم أي رجاء كل سس إن وحيابها كله مركوه الرئيس بورت توقعات كذا خفض من توقعاتك وينقضب كسر آدي يعني توقعاتك يوح مجلسها كسر قادني بيشوني مسؤولية طاي واحد لبستانة من كرو بورت المركوه رجوع طلباتنا وح ويدين خلق حسنة هي معاملة ونعكسها رجوع الله دقمه وإلهي وح ليه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هؤلاء واحد كل دقتان لنا عرق هؤلاء كل عرق واحد كل دقتان هو وناك كل دق ما إله إليه وعاشروهن بالمعروف أيضا صوصر حديا هؤلاء واحد كجرم ويدان وحيا باقر كذا دليشان فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وحبضن إن شيء نعضا وإلى خير بضن لا يلب شيء خير بضن إذن له إن تكره ذام بالعركبود وأنا أرين عضو بضن وحوي صبر به الكل وجبه هي سيد نص صعود خير بدن بكجرة يعني قف حقاد أدير نبسطه لكن أولاد في عن الله سبحانه وتعالى قاسي أيجت ودبت سائر يد بعدي سائر وحقاد دك دك يلوج صبره صبر به وبهن خير بضم بعد بدأنا صبر كاسر عليك تيسا لقاه لا المودة والمحبة وإن لقوة ضنوا لعضو هكذا كينا نوحي بها الطريق إلى سعادة سوجي الطريق الأمر يا وين كالقا عيل هي محبة إن لقوة ضنوا لعضو وإن تفاهم تفاهم فهم الآخر وحي لها وإن لقوة ضنوا فهمه قفكم مركا هو الرئيس الصبرة، أيو في الصلاة، أيو كهدية، يا قفكم مركا قاركود بطبع قاسي، وكله يلو كره مركا قاركود سكجرش، إنه وحياة بقاركود كتاع علمه، قف طبيعة قف ونعكسن وي، قف قام فرن وي، لكن مركا قاركود وبودع دد، كل يوم وحياة بعنتها وين المركا هنا يدجس، أنت كل يوم بعنت، مركا لو تجيو حتى تنين كون عكسني بجد، تذكرني سكع كفيعة. سوين ليس فهمون ما قبرت حقيقة أنا بقول غيابا سفرنا عاصو قليني جرت ما كور رئيسين لو تجيو قف ما قف كلام وفهمه وارين مهمة وح كلام مهمة الاحترام والتقدير المتبادل بينه احترام متبادل الله بوقفنا سيان ومتبو ككله واحترام يوي وحيلا ضن وحجرت وحلا لا التضحية التضحية بجرت وحيلا ذن نلاش توقف كدونيو نلاش توقف كدونيو توجد مهم سنين أو نرش سوجي هذه إنه كل اللي بعلها دو دونيو هل شيء ناصميه له التضحية التضحية وحوية ضدك قاركود ضدك وحل حقوق باقفك الأولى يمكن نك حقوق بصارة حق بكل هذا ود نكون حق بكل هي حوين ديس واجبات باكرة لقول ليه وحنا نقول ليه وحقيقة ee aan ku leeyahay qofkan waxa qofkaasi ugu leeyahay isaguna waa xaqiisa anigana waajib buu ku yahay waa waajib inaan ka soo baxay tahay dadka qaar kood marka mar raadiyaan ama xooga ma saaraan xaqi lagu lahayn ka soo baxaan xaqi isaga lagu lahaa inuu daryeelo ka mar raadiyo wuxuu raadiyaa xaqi uu isagu lahaa ee uu qofka kale ku lahaa sidana ay ahayd inay sameeyso sidan maxay weeyeli weeyday soo ninka la baqla ma soo min maxay ma aha iyaduna ay tiraado sidan muxuu yeeli way sidan muxuu yeeli way waxana xaq u lahaa waxana xaq u lahaa waxan mid waliba xaq u leeyahay tiriyo kaasi laba maalmood lama wada joogay laba maalmood lama wada joogay ta ugu fiican waa maxay tadhiya tadhiyadu nolosha oo dhan xataa weey wuxuu leeyahay waxa adigu leedahay xaq aad adigu leedahay qofka kale ku leedahay waajibka ku ah hakash hagaad xusuu qaad silowsi waajibka isagu kugu leeyahay xaq uu kugu leeyahay adiga waajibka kugu ka soo bax adiga inta lagu leeyahay ka soo bax intaad adu lahaydna soo qaadin wax ka wareegsan qof noocaas ma jirad qof xaq aad ku lahaydna ka soo baxay xaqii uu kugu lahaana kula soo qaadin oo ku waydiinay
dad u sameysay dad u sameeyay weeydo bal ka warama nolosha dhan ay habibay noqonaysaa oo nolosha uu ku liibanayo haduu yey mixeeriyo ra waxaygi haqi wa maal waxaygi ra hadu hayna oo tiisun xisaabiyana wax uu kala dagaya iyo wax uu hagaagaya ma jira la budda an yu'ti wala ya'khudh tadhiyad wasla bihi adugu waxba qofka kale ka qaadin waa ka dooni arinta kale waxa weeye een saada sawjiya ususkeega iyo turuqdeeda kamida al-afw wa saf taqdim tanazulat as-sabr qofku yaani waxa weeye sida sheegayna arintu mithali ma waxaan wax dhiba lahayn ma reerka la dhisay dibaatooyin baa qofka soo wajihi kara isfahan la'aan baa soo wajihi kara waxbuu ka taban karaa lamaanuhu lamaanaha kale uu ka taban karaa waxaa loo baahan yahay kuleeyahay inuu qofku tanaasulaad uu bixiyo waxaa loo baahan yahay inuu ku sabro yacni duquuda noloshu ay leedahay iyo brasharka iyo cadaadiska qofka noloshu saarayso ninkii oo kale ka soo qaad biilkii baa looga joogaa maalin kasta marka waxa weeye waa brashar waxankeen in la yidhaaba laga yaabaa inuu u adkaysto oo yidhaahdayba sidan ba tahay oo arrintu kadeedkan ba tahay oo aroor walba wax layga doonayo taa waaba sida idii horaaba i dhaanta halkaygii baa ku noqonaya oo reerka fasaxa ka war waxa weeye oo sabir baanu jirin sabir baanu jirin sabir baa loo baahan yahay iyo mas-uuliyadda in sideeda looga soo baxo iyo qofku inaanu degdegin quusanna maya tan waxba kama hagaagayaan noloshani sax ma aha aanu oo markaaba odhan waanu degdegine sabir iyo tanaasulaad yaa reerka lagu wadaya kadalika waxaa ka mid ah attaqaadi can ilakhtaa waa sifo wanaagsan hadday dadku isku tiriyaan khaladka maalintaa kelmaddaasuu yidhi ay gabadhii tidhaahdo ama ninka yidhaahdo waxaasay samaysay waa kow waanu tirinayaa maalintaana taa kaley samaysay maalin kalena waxaanay samaysay iyadiina ay u tiriso maalinna waxaan u sameeyey meel bay ku qoraysaa waanu hayaa ay tidhaahda ka warrama akhtaada haddii laysku tiriyo oo finish leanna qof aan khata lahaynin qof aan gaf lahaynin ma jirin sida saxdii waa maxay sida saxdii waxa weeye sidaynu soo sheegnay waa in qofku uu akhtaada indhaha ka laabto kaannama aanu arkaynin waa inu iska dhigo inuu tajaahulo weeye uu ignoor gareeyo wanaaggana wanaagga inagu dabeecadda bani aadamku waxa weeye khata aad ku samayso uu xasuusan yahay laakiin wanaagga aad u tarto iyo ixsaanka aad u samayso ma xasuuso wanaaggaad sheegaysaa ood muujinaysaa ood qofka ku ammaanaysaa markay wanaag samaysa ama wanaag sameeyo waa inaad ku ammaantood sheegtood tiraa maarsa khayr allah ku siiye jazaaka allahu khayran aad wanaaggii sheegto wixii khataana ha soo qaadi kii shalay dhacay waa inaad masaxdo ood daakirada ka masaxdo haddii wax alla wixii khalad la sameeyaba ad tiriso ood xasuusnaato taasina reerkaaga waxay yeeshe mooyaane akhtaadaa tirinaysa wax alla waxay taraysaa ma jirto kadaalika waxaan meesha ku jirin canaanta badan canaanta badan moogta waa laysku nacaa qaylaya iyada warkeegaa sheegi qofku kor u qayli marala marka wax laysku qabto kor u qaylo aadaabta kuma jirto akhlaaqda wanaagsan kuma jirto nolol wanaagsan dariiqii loo marayayna taasi ma aha waxa kale oo iyaduna meesha jirta weji furadii albashaasha wa talaaqat lwaji inuu qofku weji furaado bal iska doondoono oo iska yeelyaalo oo qoyska markuu ninku reerkiisii uu tego uu wejiga furo haddii xataa dhibaata suuqa kala soo kulanto oo dad aysa soo qabsadeen ama dhibaata soo gaadhay xaafadda markuu tego waa inaan laga tarayn waa inuu arrintaa iska biiyo oo dadka si fiican ula hadlo oo wejiga u furo oo faraxsanaado dadka qaarkood carada ay suuqa kala yimaadeen iyo ilaa qoyska la tegaya oo ilaa reerka la tegaya oo carruurta ku laynaya oo maarkasa wuxuu doono samaynaya maanta bal naga daaya kuwa qaarkood kolka lala barto maanta waa sidii kale yaa maanta inaga daaya la idhaahdo waa qof wanaagsan badita sidaa ugu dejisay waxa weeyaan weji furidu noloshoo dhan waxyaaba hagaajiyo weeye saamayn bayna ku leedahay qofku weji furidu qofka noloshiisa iyo xataa caafimaadkiisa yaa caafimaadkiisa xataa saamayn bay ku leedahay bulshada ku xeeran oo dhan saamayn bay ku leedahay iska qosol oo wejiga fur oo raqma kulli duruuf wa sacuubaad dhibaato kasta ha jirto waa inaad wejigaaga furto waxa kaleo iyaduna meesha jirta ixtiraamu lxuquuqi lmaaliya mas-uuliyaadkii meesha jira aynu ka warramayn dee xuquuqda maaligaa ka mid a haweenaydii masruufkeegii iyo biilkeegii bay leedahay haweenkiina waxa saaran farsamayntii kolba ninkeedu waxa uu helo iyo taagtiisu intay tahay inay reerka ku filaysiiso oo ay raalli ka noqoto weliba
ayaa baa reeruhu ku dumaan qaar koodna waxa kamida faragelinta dadka kale ay soo faragelinayaan ama dadka kale la eego iyo nolosha dadka kale inay qofku eego dadka noloshoodu way kala duwan tahay hayntoodu way kala duwan tahay laakiin as-saada iyo liibaanta sawjiyadu maal kuma xidho xoolo badan oo la helo kuma xidho waa loogyahay taas inta yani nolosha yani wuxoogaa in la helana waa arrin fiican oo faqriga yani aad u sii dhibtii dhibaatadiisu leeyahay laakiin haddana waxa la rabaa qofku wixii ilaahay ku arsaaqay inuu siiyo dadka kale waxyaabahooga inuuna ka hadal intaa isaguna ninkii ku dadaalo mas-uuliyaddiisa oo uu shaqo timo uu reerkiisii u shaqo timo haweeneediina intaasi ay farsamayso waxaa ka mid a waxyaabaha waxaa ka mid a inuu ninku gacan furaado asakhaa waljuud bala gacan furrida qofku ilaahay baa risqiga keenaya gacantiisa uu furo dadkuna way u kala dhashaan oo loo kala abuuran yahay waa arrin aad iyo aada u wanaagsan nolosha oo dhan dhammaanteed waa sidaa arrinta qoyskuna waa ta ugu horreysa hadduu ninku gacan furan yahay inta badan haweenku iyo dadkoo dhan iba bani aadamkuba akhtaadiisa iyo ceebihiisa ma sheegaa nin gacan furan xaaskiisa islayn maayaa stiidi maayaa xataa hadduu dhib badan yuu dhib kale leeyahay laakiin intaa gacanta ku rooye waa insaankao dhan dumar un maah alinsaan cabiidulixsaan insaanku waa cabdulixsaan wey samafalka iyo waxtarka iyo qof waxtaray insaanku addoon buu noqonay waa kii imaamu shaafici baa laga sheegaa wain kahurat cuyuubuka fi lbaraaya wasarraka an yakuuna lahaa khitaa'u tasatar bisakhaa'i fakullu caybin yuqadiihi kama qiila asakhaa'u imaamu shaafici wain kahurat dunuubuka amaam cuyuubuka fi lbaraaya ceebahaagu haddii ay bataan ceebahaagu haddii ay bataan wasarraka an yakuuna lahaa khitaa'u oo ay aad ku yacni aad rabto inaad wax ku daboosho oo aad goo weyn saarto oo aan ceebahaaga la arkin haddaad doonayso tasatar bisakhaa gacan furrida isku qariba gacan furro guuri fakullu caybin yuqadiihi ceeb kasta waxaa qariya kamaa qiila sidii la yidhi asakhaa'u gacan furridu ceeb kastood leedaha way qarinaysaa waa qof wanaagsan un baa la odhanayaa haddaad gacanta ka wanaagsan tahay gacantaadu hadday furantood ka wanaagsan tahay bulshada oo dhan oo ay ku jirto reer lamaanahaaguna ku jiro qof wanaagsan baad ka noqonaysaa agtooda waxa kale oo marks ka mid a waxyaabaha wasaa'il aan idhaahdo wasaa'il sacaada fi lxayaati sawjiya waxaa ka mid a wadatashiga ayaa ka mid a in labada qof wada tashadaan ashuura muhimatu fii xayaati linsaan qofka bani aadamka inuu shuura sameeyo iyo la tashi waa muhiim labada qof ee reerka wada dhisay ee wada wadaagaana danahooga inay ka wada tashadaan oo ninku xaaskiisa la tashado waa arrin aad iyo aada u muhiima waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta waxyaabaha nolosha kharriba waxaa ka mid a waxa la yidhahdaa alghayra waalwaswasa washak waswaas iyo hinaaso ama masayr uu labada qof midkood masayro oo ka kale yacni uu raadiyo saasraartiisa gaarka u baaro moobilkiisa oo kale iyo waxyaabaha waxaa lama fogo waxa weeyaan qofku uu isyidhaahdo yani waxa weeyaan ninkii uu shakiyo yidha haweeneedan meelo kale la xidhiidha ama haweeneedii shakido gabadhii oo ay ninkan tidhaahdo wax kalea jira dumar kalea jira ay tidhaahdo waswaaska noocaasi hadduu soo galo reerku dee ma degay iyadoon mararka qaarkood haddee waxba ka jirin iyadoon waxba ka jirin haddii labada qof ka kale shakiyo reerkaas waa finish halis ku jira waxyaabaha aan la xallin karinna way ka mid tahay idan wixii wax la arkayo la taaban kara maahay qofkan midkood baa iska shakiyey lama xallin karo siiba hadday xagga ninka ka timaadana waa finish oo ninku masayo marka waswaaska iyo waxaasna way laga fogaada waxyaabaha waswaaska lagaga fogaadana waxaa ka mid a qofku inuu dhowrsoon yahay sidaynu sheegay oo cibaadada ilaahay ku fiican yahay yaa haweenay halkaa mar walba muxaadarada ku socoto masaajidka dhegaysanaysa qur-aanka dhiganaysa cidina ka shakiymaysa oo meelo kale uga shakiymayso nin wanaagsan oo salaa xaafida oo mar walba halkaa cidiba ka shakiymayso laakiin marka horeba hadday dadku meel xun mari jireen meelo xun mari jireen kuwa qaarkoodna meelo xun isku barteen iyaga laftooda
ريلاح المركي هو رئيس كبرتين قال يو كان داعي عدو خفقاً وقف نظيف يشكي قيس كدا يوار استيجي حاسكا قوى عادي قال يو كان داعي لأنه تاريخ أخباه وهرية صوابق بان جرت ومشاكل تدخل سوكرا لما حلقا إذا ساء فعل المري عربت واحدة ترى إذا ساء فعل المري ساء ذنونه قفكو مركو وحو سمينا يا إساقا أي حنطاي وحو إساقو سمينا تدخل كلنا وحو مبودين وحيسا سمينا سيدي سوكرا إلا يالا شكي قاس أمر والبا كجر يكاين لغا فقادوي وحكا الله قصو طرين ولماذا موضوع عنك هذا الشهر موضوع يروك الله عجيب وحي لاني الغياب القصير مرر خطار كود بحي لاني والله يرك المقنا هذا بينه ونكو عير صفر وماركسا حافظ رين كان يرتقو عير صفر بينه الغياب القصير وحي لاني فاقترب تتجدد فاقترب تتجدد يا غربة وملاها يرتق مرضى بس ونقو قف عصبات نقرس غير عصب يا راس عصب أيه نقرس حدي هالكاسو ليس دول جوابوني يا وحوي وحي نقرس هو ملا البي كانس وكي شاعر كيري وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتي فاغترب تتجددي فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي وحول قفك وهالكاسون جوغ غير كون بحجوغا وحي باليين يسا ودوغين يسا وجهي سب وجهي سوب ودوغو بيا يعني قول والبالكن وجوغا والساسا الواركا فاغترب مربير قلبه وصفر قلب تتجدد وصور نقود بدينا قف الصبو كلاب دقونا سايو سفي عمل قزر وينيا وحنا الكيبول وارنتا والدليلة قرحضا عنا الكيبول dadku way jecel yihiin laanahu wuxuu yiri 24 ka saac sida ummadu sida ummadu joogto imisa idu joogtaa 12 saac ama ka yarbay sida idu joogtaa buu caadeed 12 kalena way qarisay buu way dhumataa markaas aadana dib u soo baxdaa buu markaas la yiraahdo caadeed ma soo baxdo la sugaa buu haday halkaas idu joogi lahayd bal ka waran marka arintana waa iska kafta maanu maleenaya laakiin waa wax ay xikmad runtii ku dhisan oo ila زر غبا تزدد حبا زر غبا دتك سياره ليسو مرمر سياره جوقت سياره دا كدي تزدد حبا والو جعلاني جوقت دا كدي وحان كوسو غبغبينيا موضوع اس موضوع بلارسا شيغي هم با كتاطابتي وحان كوسو غبغبينيا بارك الله فيكم قفكي دونيا السعاده السوجيه ونسأل الله سعادة في الدنيا والآخرة إلهنا سبحانه وتعالى سعادة ويجسنا الدنيا أقربة وحوي قفك الربا فليتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أقول لك والزوجات كيسا كل نقمي زوجات كيسا ليسا كل نقمي أخلاق دي ونأكسر التوقات أقول بسني إن حريص تقول بسني يا يعني وحوين كيسا تحقلين سدود تحقليني سو قصتي كرر مثلا عائشة يداونيسي نمك عياري يداونيسي يا هلك قرب كيسي انت ايش صوصا هلك كداونيسي اي مر بالرسول كويتي مر ما يسطر ما كدرك تيترا ما يهوني كما درك ولي كما درك تاقنو بيلا دا هلك هلك تاقنو يدرون كطبر نبرا يسعي وهلك سيكتاونيسي والسوق يو سدا وقود تاقنا سدا وقود تاقنا واخلاق دا وناكسا كان في مهنة أهل خير كيسو شقين جلس هو يعني ما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وشق هذا الرجل وحلق بني وهو ناكسر ووكيلي رسول صلى الله وسلم عليه خيركم خيركم لأهلي خيركم هو ناكسر وكرير كيسو هو ناكسر وأنا خيركم لأهلي أنا من وحنا هاي خيركم هو ناكسر رير كيس كهو ناكسر بعض إذا كان واحد إذا خير بعض كوسردي سيقويس كيسي رير كيس أو خير بعض استوصوا بالنساء خيرا سدا يعني دينتين رسولك ان صلوات الله عليه ودير قليه قيس نبضا او دغن او حبيا او راحي يعني waxaa weey mowada ku wadno siduu dhiri galiye ordu markay ilaaliye dhowra uu nabigu lahaa salaatu alayhi wasalam isku dayna inaad wada toosisa isku dayna uu lahaa marka taa waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن لحسوسنا ذو السعادة في الدنيا والآخرة كما قبل ذو وحيتاي إلهي قل كيسولها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
قفكي ذكري كجيستا نولا العليوليا أيو كن نولا ليا الدنيا آخر تقوض إلهي يا ذكرك إلهي يا إيمانك يا لك عبسك هيا هب اللي كن نخلا ونولول ولاكس الدنيا آخر لقوها لها وكي شاعرك لها ولست أرى السعادة جمع مالي ولكن التقي هو سعيد يا وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد ولست أرى سعادة جمع مالي أنو اللي ما أنت وماركم إن العقل أبوري أو حول الله أبوري لأنه اللي ما أنت تتلقى كل عقل كرادية ولكنهم لا يجدون تلك قارقود مناصبية حل قبتك الرادية ولكنهم لا يجدون تلك قارقود وحيك الرادية ورشي يميال القوم يعني بشدة إحدى يجاه لك الرادية ولكنهم لا يجدون وهذه هي الحقيقة حقيقة واصلاص أحب أني ماذا نروا كما حدنا لعا كما حدنا كما حدنا ماركسا مقع يمال كما حدنا يمانسد حبيبي نمد الله يكون حرمت يقف كوا واجبات كي سجلت وإله سبحانه وتعالى كحرم أي كحرم ولكن التقي هو سعيد قف كإله كعب صدق سحبي شاعر كاس وتقوى الله خير الزاد ذخرا يعني زاد كوا خير بدن والله كعب صدق وإله يكتي سك كيده آخر الجود يبان يا وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى بزيد إلهي يكتي سنة خير من بوية الله قفك التقيا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.